كنت متردد ان انا اقولك، بس بعد الكلام اللي قالته الست عليا انا ابتديت اشك في علي. افرض انه طلع نصاب وقدر يضحك علينا المده دي كلها. نصاب؟ الكلام اللي انت بتقوله ده، طب وتحليل الدي ان ايه اللي اثبت انه ابننا؟ مش عارف، احنا ما قدمناش غير طريقه واحده بس هي اللي تقطع الشك باليقين. ايه هي؟ نعمل تحليل دي ان ايه جديد غير ما حد يعرف ولا يحس. خليك تعالي. صباح الخير. كنتوا بتتكلموا في حاجة مهمة ولا إيه؟ لا ولا مهمة ولا حاجة. تعال 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 علي اتفضل. ازيك يا جدي؟ علي. ازيك يا علي؟ أنا هعمل قهوة. تشرب إيه يا علي؟ لا ملوش لزوم، مش قادر. إزاي؟ أنا كنت هعمل حاجة نشربها أنا وعمي. تشرب شاي؟ ها؟ آه وماله؟ شاي. خلاص يبقى شوية شاي بقى. اتفضل. أنا آسف يا جدي إن أنا جيت في وقت غير مناسب. ليه يا ابني بتقول كده؟ بيت بيتك. جدي مالك؟ سرحت شويه. انا عارف طبعا ان دماغ حضرتك مشغوله بالشركه والمصنع، وانا جاي النهارده عشان اكلمك في نفس الحاجه دي. ممكن بس حضرتك تعفيني من شغل الشركه لمده يومين بس على الاقل، عشان امي محتاجاني في المشتل. يعني شغل المشتل اهم من الشركه؟ لا طبعا، مين اللي قال كده؟ بس شغلانه الشركه دي صعبه عليا قوي. أنا آخر أشتغل نجار، مبيض، سواق تاكس، بس أمسك شركة دي مبهوقة عليا قوي يا جدي. أنت حفيدي يا علي. عارف يعني إيه حفيدي؟ طبعًا. يعني في يوم من الأيام هتورثني. الشركة دي أهم حاجة عملتها في حياتي. عايز أطمن إنها هتكون في إيد أمينة. يعني مفيش فايدة خالص يا جدي؟ ما احاولش اقنعك حتى؟ ما تتعبش نفسك. تمام. ثواني بس. الو. يا داليا. ربعاية كده. ماشي مش هتأخر. سلام دلوقتي عشان قاعد مع ناس. ماشي سلام. لما اجيلك بقى سلام. طب انا هتكل بقى جدا. ايه ده؟ انت هتمشي كده بسرعه؟ ما تاخد الشاي معانا وانا ممكن اوصلك في طريقي. ما تقول له حاجه يا عم. ما عشان عندي بس شويه شغل في الشركه والله لازم اخلصهم. معلش. سلام. مع السلامه. سلام. انت ما مسكتش فيه ليه يا عمي؟ انا كنت عايز اخد الدي ان ايه بتاعه. اللي بتفكر فيه ده مش في دماغي خالص. يبقى لازم نرتب زياره للالهام ويكون موجود طبعا. اعمل اللي تشوفه. احنا لغاية دلوقتي مش متأكدين من حاجة. يعني ممكن جدا يكون علي. يا ريت. اتفضلي يا حبيبتي. سيهان. الحمد لله يا لومي، اللي انت بتقوليه ده مرعب. الحمد لله حبيبتي ان العمال دول ما عملوش فيكي حاجة. طبعا الحمد لله، بس الشهادة لله لولا أسامة أنا مش عارفة العمال دول كان ممكن يعملوا إيه. أسامة، قولي كده بقى من الأول. ده مش بس مهندس وبيحب الزرع والمزيكا، ده بقى سوبر هيرو كمان. يا سلام عليكي يا نانسي لما تقلبي الجد هزار. ومين قالك إن أنا بهزر؟ أنا من ساعة ما شفته معاكي وأنا شايفة إنه مهتم بيكي بزيادة. يا سلام،
في الخمس دقايق اللي انت سلمتي عليه فيهم حسيتي بكل ده. يا بنتي انا ليا نظره في الحاجات دي، انت ما شفتيش كان بيبص لك ازاي؟ وحياتك يا نانسي بطلي الكلام ده. انا مش قادره افهم انت ليه متضايقه ان في واحد معجب بيكي، ده انت المفروض تبقي فرحانه. على الاقل يا شيخه هتستمتعي بشويه مشاعر كده نسيتيها من زمان. فرحانه؟ هو انت يا بنتي مش هتبطلي الطقم بتاعك ده؟ انا كل اللي هممني دلوقتي راجي، مش مصدقه قد ايه بعيدنا عن بعض. تصدقي انه بدل ساعتها ما يطمن عليا قاعد يلومني ان انا كلمت كمال؟ ما يمكن بيغير من كمال. كمال مين اللي راجي يغير منه؟ هو انا لسه عارفاه امبارح، ده ابن عمي وزي اخويا الكبير. حبيبتي انتي ما تقدريش تعرفي الرجاله بيفكروا ازاي. وبعدين بصراحه بقى اللي بيعمله كمال معاكي ده مش طبيعي خالص. ده يا حرام بقاله سنين بيدور معاكي على علي كانه ابنه هو. صحيح انكل محمود عرف باللي حصل؟ لا طبعا، وانا حلفت كمال ما يقولوش ولا يقول حاجه للولاد. وانت كمان يا نانسي اوعي تقولي حاجه لحد. حاضر. ولا حتى لهشام. خلاص يا الهام برومس. حبيبي سرحان في ايه؟ حاجات كتير، الشركة، البيت، إلهام. مالها إلهام؟ حصل حاجة جديدة؟ أنا متوتر طول الوقت ومش عارف أتعامل معاها. تصوري لما كانت منهارة قبل ما يرجع علي كنت بعرف أتعامل معاها كويس. معلش يا روجي، الواحد أوقات بيمر بظروف صعبة وتبقى نفسيته متلخبطة ومش عارف يتعامل مع الناس بالطريقة اللي هم متعودين عليها. وانت حبيبي استحملت كتير قوي. انت ازاي بتلاقي لي اعذار كده حتى في الاوقات اللي انا مقصر معاكي فيها؟ علشان اللي بيحب حد بيشوف بس الحاجات الحلوه اللي فيه عشان يفضل يحبه. انت مفيش زيك يا بسمه، بقعد احكي لك مشاكلي واكلمك عن الهام، لا بتتضايقي ولا بتغيري، على العكس بتسمعيني وتحلي لي مشاكلي كمان. بص هو انا اكيد بغير عليك ونفسي اكون الوحيده اللي في حياتك، بس انا واقعيه وعارفه الهام ايه بالنسبه لك، وعمري ما احط نفسي في مقارنه معاها واقول لك انا ايه. احنا اللي بينا مش حب بس، انا مبسوطه قوي ان احنا اصحاب وانك بتحكي لي كل حاجه من غير اي تفكير. قولي لي ايه اللي ممكن اعمله لك عشان ارد لك جزء من اللي انت بتعمله لي ده؟ ولا اي حاجه، ما تبعدش عني بس. مش هبعد عنك. بص بقى يا دكتور، من الاول كده انا عايزه ابطل اجيلك وابطل ادويه وارجع حياتي الطبيعيه. طب بالراحه عليها شويه، ايه القرارات دي كلها؟ اتفضلي اقعدي. طب الاول، اولا ما نقدرش نبطل الادويه مره واحده، ثانيا بقى بعد السنين دي كلها خلاص مش عايز تشوفيني تاني؟ ما اقصدش والله يا دكتور، كل ما في الموضوع ان علي رجع وكل حاجه بقت كويسه. هايل جدا جدا. هو انا المفروض ابقى مبسوطه مش كده؟ مفيش حاجه اسمها مفروض يا الهام، انت حاسه بايه؟ انا حاسه ان في حاجه ناقصاني. بالرغم ان العلاقه ما بين علي ومروان بقت كويسه، بس برضو في حاجه ناقصه مش مخليني مبسوطه. والحاجه دي انت عارفاها ولا مجرد حاسه بيها؟ هو انا مش عارفه هي ايه بالظبط، بس تقدر تقول ان انا كنت بدور على حاجه، وفي وسط ما انا بدور وقعت مني حاجات تانيه كتير، فبقيت مش عارفه افرح ولا ازعل. هو ده احساسي دلوقتي. وطبعا حاسه ان راجي والاولاد من ضمن الحاجات اللي وقعت السنين اللي فاتت. لا، بيحاول يعمل اي حاجه ترضيني ومهتم بيا، بس مشاعره اتغيرت، مبقتش مشاعر راجل بيحب مراته، بقت مشاعر اب بيحب بنته. ودي بقى حاجه بتحصل من زمان ولا حاجه جديده؟ واضح انها كانت بتحصل من زمان، بس انا ما كنتش مركزه، بس اليومين دول انا مركزه وبقت مضايقاني.
مش معنى اليومين دول. غصب عني بقيت بقارن طريقة راجي معايا والطريقة اللي بيعاملني بيها أسامة. أسامة ده اللي حكيتي لي عنه قبل كده مظبوط؟ أيوه. طريقته معايا واهتمامه بيا بيفكروني باهتمام راجي بيا زمان. بس هو الحقيقة وقفته معايا في الجاردن سنتر خلتني مش عارفة أبعده عن تفكيري. وفي نفس الوقت مجرد تفكيري فيه بيضايقني. بحس إنها خيانة الراجي. هاي يا مالك. ازيك يا دلي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ انت دايما مواعيدك كده مظبوطه جوه الشغل وبره الشغل؟ طبعا يا بنت، امال انت فاكره ايه؟ الالتزام ده اسلوب حياه اصلا. يعني كل الناس لو بقت زيك الدنيا هتتغير خالص. اه بس اكيد للاحسن. علي ولينا لسه ما جوش، المفروض يكونوا وصلوا. كلمتيهم؟ كلمت علي وانا داخله قال لي خلاص ان هو قرب. يعني انا معجب بيكي جدا يا دلي. معجب بيا؟ جدا. يعني عارفه انت عايزه تعملي ايه وبتوصلي له بطريقه ذكيه. تقصد ايه؟ اقصد علاقتك القويه بعيله دياب من اول طبعا محمود بيه للينا اللي هي انتنتك ودلوقتي علي بيه اللي هو قريب جدا هيبقى صاحب ومدير الشركه، وانت كمان مش بعيد قريب نشوفك برضه من عيله دياب. تفتكري مالك مين الاذكى فينا، انا ولا انت؟ انت شايفه ايه؟ هاي هاي يا دودو، ايه الحلاوه دي؟ ثانك يو. ازيك يا مالك؟ عامل ايه؟ ازيك يا علي؟ ازيك يا مالك؟ عامل ايه؟ تعال يا علي. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. اقعد يا علي. مع ان انا يعني والله شايف ان احنا كان المفروض نغير المكان. ليه؟ انت ناسي اللي حصل المره اللي فاتت؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل المره اللي فاتت؟ موقف مش لطيف كده ما بين علي ومروان، مش عارفه الصراحه مالك بيفكرنا بيه ليه. مش فاهم. طيب تشربوا ايه؟ طيب معلش انا عايزه ريد بول. انا كمان ريد. طب وانا ممكن واحد تاني زي ده؟ ميرسي جدا علي. عندك بيره؟ طب انا عاوز واحده بيره بس ساعه تانيه بس كده. ايه بقى يا علي عامل ايه في الشغل؟ اهو ماشي الحمد لله. الحمد لله. هو انت خريج ايه يا علي؟ خريج تجارة. تجارة؟ وطبعا ولا خدت كورسات ولا عملت اي حاجة؟ واحنا ممكن نبتدي له تريننج وبعد كده نشوف ايه الكورسات اللي هو محتاجها ونبتدي على طول. طب وانت بقى ملوكة خدت كورسات ايه؟ انا معايا سي اف ام وسي بي اي. انا اسف مش هتفهم اللي انا بقوله. انا اسف. سي بي اي ده Certified Public Accountant، ده المحاسب المعتمد. وسي اف ام Certified Financial Management، ده المدير المالي المعتمد. كده فهم. انا ما بفهمش انجليزي قوي بس على الاقل بفهم احسن من ناس كتير. اكيد يا علي. على فكره كمان اللغه دي مش حاجه صعبه، انت ممكن تتعلمها بسهوله. المهم ان انت عايز تبقى حاجه. يعني في عظماء ومشاهير كتير قوي رغم ظروفهم الصعبه قدروا يخلدوا اسمهم. وانا لسه ما قلتلكيش النهارده ان انت زي القمر. طب ايه تيجي نرقص؟ مش بحب ديسباسيتو دي خالص بجد، مش عارفه الناس عامله عليها كل ده ليه. اخيرا اصلا يترقص عليها زومبا مش اتنين يرقصوا عليها مع بعض. في اغاني كتير لعسن احلى منها بكتير. زي ايه بقى؟ زي سوابمنت مثلا، في كذا حاجه بس مش فاكره قوي. طب انا عن اذنك ثانيه واحده هرجع تاني. طبعا انت مالكش في الرقص خالص. لا ما بحبش ارقص. احسن خليك تقيل كده وراسي في نفسك. انت مش فاهم انا بحب الاغنيه دي ازاي. اي خدمه. مش عايزه نقوم نرقص فعلا؟ يا ريت. طب يلا يلا.
برضو مش عايز تقولي ايه اللي مضايقك؟ مفيش حاجة. صباح الخير. باكل اهو عشان خاطر. ايوه يا راجل، ايه الشقاوه دي؟ طب قول صباح الخير الاول. صباح الفل. صباح الخير يا مروه. يا فوز، فين الكوفي بتاعي؟ ما انا لقيتك ما نزلتش، قلت يبقى مش هتفطر معاه، هعمل لك واحد. لا لا خلاص، في كيسي، انا هتاخر كده. ملتزم قوي بالمحاضرات بتاعتك يعني. بابا بليز، انا صاحب النوم، مودي رايق كده ومش عايز اقفل على الصبح. ها ولد، انت ازاي بتكلمني كده؟ على ايه؟ طب انا ماشي. مروان عايزك. ايه؟ انا عايز اتعلم الرقص. ايه المضحك؟ انت عايز ترقص؟ اه. طب عايز ترقص ايه؟ عايز ارقص على اغاني الديسكو، الاغاني الحلوه اللي انتوا بتسمعوها دي يعني، عشان اعرف ارقص مع البنات وكده. يبقى في واحده بقى. مش بالظبط يعني. ما انا مش هعلمك الا لما تقول لي هي مين. داليا صاحبه لينا. اه البت جامده بصراحه يعني، البت فورمه. هتعلمني ولا اروح لغيرك؟ يا عم هتروح لغيري؟ هتروح فين؟ خلاص هعلمك. خلاص سوسو هترقص يا ابو سوسو. ياه سوسو هترقص. هشتغلك. هاي يا ليلى. ازيك يا مروان؟ ازيك؟ جايه لوحدك النهارده يعني؟ اه اصل كان عندي مشوار بدري في الكليه. ماشي. انا وزمايلي اللي بنرسم مع بعض هنبتدي مشروع جديد. ايه ده بجد؟ طب ما قلتليش ليه من بدري؟ اصل كنت ناسيه ومش عارفه اذا كان الموضوع لسه هيهمك ولا غيرت رايك. لا طبعا يهمني، ما غيرتش رايي خالص. طب هيكون فين؟ مدرسه. هنرسم على السور بتاعها واخدنا موافقه المديره. تمام، انا هجهز الكاميرا وهبقى جاهز. اوكي. ميرسي يا ليلى. انا اللي متشكره انك هتوصل مبادرتنا دي لناس كتير قوي. طب ممكن ناخد ارقام بعض؟ اه اكيد. انا هروح مع مروان. اللي انت بتعمليه ده مش صح. لو سمحت سيبني يا بابي. ازيك يا مروان؟ ازيك يا اوجه؟ صباح الخير. ايه ده؟ كنت بطلتي تركبي ورايا؟ امسكي. البنات دول مجانين. يا راجل انا عارف ان الشركه في موقف صعب، علشان كده لازم تتكلم معايا بصراحه. هو انا مش صريح معاك؟ انت مصدق كلام العمال ده فعلا؟ راجل العمال مش ممكن يكونوا جابوا المرض ده لنفسهم، ثم ان مفيش صدفه في الدنيا بالشكل ده بصراحه. حتى انت يا هشام بتردد كلام ناس عايزه تبتزنك. مش حال ما كنت انت محامي الشركه وعارف كل الصفقات. ما هو علشان انا محامي الشركه وصاحبكم من زمان، لازم تتكلم معايا بصراحه علشان اساعد لو اقدر يا راجل. وبعدين قسم الاستيراد ده ما عنديش اي علاقه بيه.
مفروض ان فريد مسؤول عنه كله. لا قول لي يا راجل، هو انت مش بتراجع ورا فريد؟ مفروض يعني هو مش هيكون مسؤول عن كل حاجه لوحده طبعا. تقصد ايه؟ اقصد ان فريد ممكن يكون ورا اللي بيحصل ويكون بيشتغل لحسابه. لا 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 لا، شيل الكلام ده من دماغك خالص. فريد ما يعملش كده ابدا. انا عايزك تصدق ان كلام العمال ده كذب. كيماويات، كيماويات ايه دي اللي تأثر عليهم؟ راجي من فضلك مش عايزك تتضايق من كلامي، انا كل همي مصلحه الشركه ومصلحتك. احنا عشره عمر. اكيد طبعا. طيب هستاذن انا. عايزك تكون مستعد لانهم ممكن يرفعوا قضايا على الشركه يطالبوا بتعويضات. محدش عارف هم ناويين على ايه ولا مين اللي وراه. ما تقلقش انا وراك. يلا بارزتك. مساء الخير يا مدام. مساء الخير. لو سمحت الأستاذ عادل موجود؟ هو موجود. مين حضرتك؟ فريد منصور مديره في الشغل. اهلا وسهلا، بس هو تعبان شويه مش عارف. انا عارف ان هو تعبان وعشان كده انا جايله مخصوص. ممكن سعادتك تبلغيه؟ حاضر حالا. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضل سعادتك. لا لا لا، خليك مرتاح، اوعى تتحرك. انا مدام، انا اسف، ممكن سعادتك تعملي لي كوبايه شاي تقيله؟ حاسس ان دماغي مصدعه قوي. اه طبعا حاضر، بعد اذنك. اتفضلي. اخبار صحتك يا ريس عدلي؟ مالكش دعوه بصحتي، انت عايز مني ايه؟ على طول كده يا ريس عدلي، عايز منك ايه؟ عايز مصلحتك. حلوه الاجابه دي. مصلحتي هي مصلحه العمال، نفذوا طلباتهم وانا بعد كده. المصنع، المصنع اللي انت سبته لما تعبت بقاش ليك اي علاقه بيه، ولا انت نسيت؟ انت ليه بتحط نفسك في مشاكل مش بتاعتك؟ شايف صحتك في النازل ازاي؟ واحد زيك يستاهل يعيش في الوضع ده؟ انا مش عارف، انا مش عارف اعمل معك ايه. محتار. انت عارف ان انا كنت جاي لك وناوي، بس خساره انت تعبان. مش حمل السجن ولا البوليس. مراتك ست تعبانة قوي، هتلاقيها منين ولا منين؟ من شغلك ولا من مشاغبتك؟ ولا لو لا قدر الله انت، طبعا انت فاهم انا اقصد ايه. على فكرة يا ريس عدلي، انت ممكن تعيش كويس قوي وتاخد معاش محترم، مش بس كده، الشركة كمان هي اللي هتتكفل بعلاجك. الشاي. ليش؟ انا اسف يا مدام، مش هقدر اشرب لاني مضطر امشي. يا ريت تفكر في اللي قلته لك كويس قوي يا ريس عدلي. بعد اذنكم. شرفتنا شرفتنا يا فندم، شرفتنا حضرتك، شرفت يا فريد بيه. مدام انا معتمد عليك انك تعقلي. بعد اذنك. مع السلامة. الراجل عداه العيب يا عدلي، جاي لك لغاية عندك عشان ينصحك، وبصراحة بقى كلامه كله عنده حق. لا انت حمل بهدلة ولا انت لسه صغير على المظاهرات دي،
ويا ريتك هتعرف تحل بيها حاجه. في يا بابا مالك؟ مفيش يا حبيبي، نشكر ربنا. كويس انك جيت يا رامز عشان تعرف تعدل دماغ ابوك معايا. هو في انا مش فاهم حاجه. مديره في الشغل قال له ان الشركه هتتكفل بالمصاريف كل علاجه، بس يسيبه بقى من العمال والمظاهرات والكلام ده. بكلمه من ساعتها مش عاجبه. هو ايه المشكله؟ انا موافق، انت مش قد فريد عامه. انت عرفت منين ان فريد هو اللي جه؟ يعني هيكون مين غيره يعني يا بابا؟ ما هو الراجل ده لازم حد يقف له. يعني انت في الاول لما تعبت وانا قلت لك هروح اخد لك حقك من الشركه قلت لي لا بلاش عشان انت مش قد فريد، دلوقتي انت خايف عليا ومش خايف على نفسك؟ بقول لكم ايه؟ سيبوني دلوقتي عشان عايز انام. يلا. ايوه يا حامد انا كويس نشكر ربنا. بقول لك ايه، عايزك تجيلي انت وبدير هنا بكره الصبح. خلاص هستناكوا، مع السلامه. طب وانت هتعمل كده ازاي؟ لسه مش عارف اعمل، بس لازم الاقي طريقه اخد بيها اي حاجه من الولد ده تنفع تبقى عينه تروح المعمل. طب افرض حد شافك؟ ما تقلقش ربنا يستر. طب تحب اساعدك؟ يعني انا ممكن اخدهم على جنب اتكلم معاهم اعمل اي حاجه؟ لا خالص يا عمي خالص. انا عايزك تحديدا انت تبقى طبيعي جدا. سيبنا نتصرف. ان شاء الله مش هخرج من بيت الهام الا ومعايا العين. وانا هخليك احسن واحد في مصر بترقص. بجد والله العظيم؟ بجد، بس هنحتاج شويه مجهود. يا عم انا بتاعك. ماشي. تدفع كام بقى؟ شوف اللي انت عايزه براحتك. طب انا ممكن اعلمك رقصه ثانيه. شعبي؟ تشكيل. ماشي. فير جدا. انا موافق. ايه القمر ده؟ انت يا اردى من امتى بتعرفي ترقصي الرقصه دي؟ بقالي فتره بتمرن زومبا، بس ما كنتش بتمرنها في البيت خالص. انت عارفه ان انا نانسي حكيت لي عليها، بس انا ما كنتش متخيله انها منتشره قوي كده. كل الشباب دلوقتي بقوا يرقصوها. دي رقصه لكن بتساعد على الحساسين وكمان بتطلع من مود الاكتئاب خالص. يا خساره، يا ريتهم قالوا لي عليها زمان بدل ادويه الاكتئاب اللي انا قعدت اسفها دي. طب احنا فيها بقى، انا شايفه انك تيجي ترقصي معايا. ارقص؟ لا خلاص مش قادرة، خلاص خلاص مش قادرة. طيب اتفرج عليكي بقى. اي حيار فلوس تغير اصحاب مريضة وعقول عبيطة وناس كتير بتنسي الزيطة. يا رب ارحمني وكمان اكبرني اللي بيلعب النهارده على الطرف على الطرف الاوسط ومنقوله واحده ثانيه بتكمل اللعيب لصالح ايه. يلا يلا خش خش بقى حطها بقى. يلا يا مؤمن. شفت يا جدو ضيعها ازاي؟ شفت يا عم كمال؟ طب انا عليك بتحب الكوره قوي. بحبها بس دي اجمل حاجه في الدنيا. واللي اكد ان
النادي الاهلي رفض كل العروض واستمراره لموسم قادم. ودي واحده واللمسه وهوب يا راجل. الساعي الساعي لين ارضيه في المساحه وعدى يا شيخ. الساعي بقى ماشي هنزلكوا يا جماعه. اتفضل يا عم. Something?